Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أتمنى تكونوا بخير. اليوم راح ناخذ آخر شيء معنا في ملزمة فرنسي واحد، وبعد كذا نعمل زوم مراجعة أو محاضرة مراجعة حسب الحاجة إن شاء الله، ونحكي لكم كيف نمط الامتحان. طيب، تقريبا الشغلات اللي ضالين ما أخذناهم اللي هي الصفحة هاي، تمام، اللي مكتوب عليها 25 والصفحة 27. أوكي، الآن بالنسبة لصفحة 25 نيجي لأول مربع، أول منطقة. هان هاي المنطقة إحنا أخذناها ضمنيا، يعني قبل هيك خلال المحاضرات السابقة كنا ماخذينها، وهي بتدل على حرف اللي هو أ كحرف جر يعني، تمام، وهو طبعا أ بمعنى إلى وبمعنى في. على سبيل المثال لو أنا جيت حكيت جسوي، تمام، جسوي أ غازا، إنه أنا في غزة، تمام، هنا بمعنى في. ولكن ممكن انا اجي اكتب جو في، انا اذهب أ غازا، اذهب الى غزة، هنا بمعنى الى، تمام. طيب، هنا طبعا حرف الجر، احيانا حرف الجر هذا اللي هو أ بنضطر انه احنا نحط وراه اللي هو يعني بنضطر انه نحط وراه اللي هو لو ولا ولي. متى؟ هنا انا حكيت غازا، غازا ما بدها التعريف، غزة، انا اذهب الى غزة مش الغزة، تمام. ولكن ممكن احكي انا اذهب الى السينما، فبالتالي انت لو استبدلت كلمة غزة باسم مكان عادي، السينما، الجامعة، تمام، المسرح، راح تلاقي انه الاسم هذا فيه له التعريف اللي هو اللو ولا واللي. على سبيل المثال ممكن لو كلمة غازا هنا ما بدنا اياها، بدنا نحط كلمة لو سينما، تمام. فهل راح هنلاقي حالنا انه احنا يعني لقينا اللو بعد الآ، تمام. فالآ هاي زائد اللو، احنا حكينا الكلام هذا بتصير او، فبالتالي في الحالة هاي لما انت تشوف انه اجى عندك الآ زائد لو، في الحالة هاي بدنا نحولها لأو. آ زائد لا بتضلها مثل ما هي، ما في اي تغيير، والآ زائد لي طبعا بتصير او، تمام، هيك يعني بالاكس، تمام. فهنا في الحالة هاي انا لما بدي اجي احكي جوفي غازا، انا اذهب الى غزة، لو شلنا كلمة غزة غازا وحطينا لو سينما، فبتصير بالشكل التالي، بتصير طبعا هنا جوفي، تمام، او سينما، تمام، اذهب الى السينما. نفس الحاجة او تياتر، تمام. فالشغلات هاي احنا ايه يا جماعة حكيناها شرحناها سابقا. هذا هو مفاد المربع الاول اللي هنا. شوفوا هنا شو بيحكي لي، بيقول لي انه ا زائد لو بتصير او، هذا شيء معروف. على سبيل المثال جو سوي او فيستيفال، انا في المهرجان، تمام، فيستيفال المهرجان او الاحتفال، فهنا عندي او فيستيفال يعني في المسرح، تمام، في المهرجان. ا زائد لا اللي هي بتاعت المؤنث بتضلها مثل ما هي، بحكي لك با تشونجمون، فيش تغيير. على سبيل المثال جاريف أ لا غار دو نور، يعني أنا لا غار دو نور اللي هو اسمه يعني غار، لا غار هي عبارة عن الترين ستيشن، هي كلمة مؤنث بالمناسبة. هلا في عندي مطار اسمه، في محطة قطار اسمها لا غار دو دو نور اللي هو محطة قطار الشمال، هي خلص اسم المحطة هيك يعني، تمام. فلما انا بدي اجي احكي مثلا انا جو سوي، انا موجود ا لا غار دو نور، او ممكن استبدل سوي هنا باي فعل بدك اياه، جو في ا لا غار دو نور، جو ترافاي ا لا غار دو نور، جابيت ا لا غار دو نور، مثل ما بدك. فهتلاقي انه الا زائد لا ما صار فيها اي شيء، ما صار فيها اي تغيير، تمام. طيب، هنا بيجي بحكي لك عن حالة الجمع، تمام. قبل حالة الجمع بقول لك انه في بعض الكلمات، يعني في بعض الكلمات مش موضوع انها مذكر ولا مؤنث، هي الكلمة نفسها بتبلش بفول زي اوبيرا او الاوبرا، دار الاوبرا، تمام، فهي لوبيرا، تمام. فبالتالي انا هنا لما بدي اجي قبلها تمام، زائد لو، بتصير بتضلها مثل ما هي، ما فيش عندها اي تغيير يا جماعة، تمام. نيجي هنا طبعا في عندي مثال على الموضوع هذا، اجا حكالي تو فا ا لوبيتال، لاحظ عندي ا لوبيتال مثل ما هي ما في تغيير، او الونيفرسيتي او اولوبيرا مثل ما هي ما غير اي شيء. بضل اخر شغله اللي هي ا زائد لي اللي بتصير او، يعني اللي حكيناها سابقا بتصير ا يو اكس بالشكل التالي. لما نيجي بنحكي مثلا ا زائد لي سواء كانت مذكر او مؤنث بتصير او،
AUX لي AUX بالفرنسي. هلا على سبيل المثال rendez-vous aux arrivées de la gare يعني موعد rendez-vous معناها الموعد rendez-vous في صالة الوصول دو لا غار اللي هي طبعا ايه بتاعه المطار محطه القطار. تمام اوكي. نفس الشيء لما انا اجي احكي مثلا جو في، ها هاي مثال يعني انا بدي اخذ مثال هنا. شوف كلمه لي زيتاز يوني عباره عن الولايات المتحده، فانا ممكن اجي احكي جو في، طبعا عندي أ و لي اللي هي اللي هاي فبتصير أو. تمام هدول التنتين بصير أو أو زيتاز يوني. جو في أو زيتاز يوني. شفتوا كيف يا جماعة؟ طيب هيك بنكون خلصنا المربع الأول، هذا أخذناه سابقا يعني بالتأكيد أخذناه مرارا وتكرارا. نيجي للموضوع هذا اللي طبعا الإكزرسيس الأول أو النشاط الأول هو عبارة عن إيه يعني استخدام للبريبوزيشن حرف الجر الأ. تمام على سبيل المثال جو تليفون أنا أهاتف أو أتصل لو ماري دو سيلفي زوج سيلفي. أخذنا دو اللي هي بمعنى أوف، ذا ماري معناها الهازباند، ذا هازباند أوف سيلفي. تمام فهنا زوج سيلفي، فهنا هو يتصل ب، ففعل تليفوني بده آه. تمام على سبيل المثال أنا ممكن أجي أحكي جو تليفون آ ما ميغ، يعني أنا بأتصل تمام على اللي هي طبعا أمي، فبالتالي عنا يعني تليفوني آ، فبالتالي الفعل تليفوني هذا هو تليفوني آ يتصل ب، صح ولا لا؟ طيب فهنا يتصل بتليفوني ا لو ماري، فبالتالي عندي لو ماري زوج هي مذكر، فاللو هنا يا جماعه شو بده يصير فيها؟ ا زائد لو شو بده يصير؟ بدها تصير او ماري دو سيلفي. نفس الشيء تعالوا نشوف هي الحل، جو تليفون او ماري دو سيلفي. الان السؤال الاول اجوردي نو زالون، نحن نذهب لو سينما، طبعا بدك تحط الا زائد لو الموجوده هنا بدها تتحول لاو اللي هي بالشكل التالي. تمام؟ اثنين شو بريزونت سيلين، انا اقدم سيلين يعني اقدمها حتى اعرف عنها، يعني جو بريزونت سيلين لي بارون دو ما فام اللي هو لي والدي زوجتي، لي بارون ذا بيرنت ذا بيرنت اسف دو ما فام اللي هو اوف ماي وايف. تمام انا مش عارف انت شايفين الخط كويس ولا لا، ولكن هيو هنا جو بريزونت انا اقدم سيلين قدم سيلين، وطبعا في عندي هنا آ مش موجود الآ، أنا بدي أحط الآ طبعا لي آ زائد لي بتصير أو بالشكل التالي. تمام أوكي وطبعا بارون اللي بيرنتس يعني دو بمعنى أوف ما فام اللي هي ماي وايف، فبالتالي بصير جو بريزونت سيلين أو بارون دو ما فام. سؤال رقم ثلاثة مون أمي مون بمعنى ماي شرحناها سابقا. تمام Mon ami Céline arrive à 14h. توصل الساعة الرابعة عشر. Arrive يعني توصل. فعل arriver. Je vais faire l'aéroport. الآن l'aéroport بغض النظر هي مذكرة المؤنث لكن هي بتبدأ تمام هي في بتبدأ بفول، فبالتالي استخدمناها إلا هي ال أبوستروف، هذه ال أبوستروف تمام فالال فاصلة يعني تمام. فالإلابوستروف طالما عندي الأبوستروف خلص أنا بحط أو خلص وبنسى الموضوع. تمام فبتصير أليوبور. تمام أوكي الآن سؤال الرابع أويسكو تشي أين أنت، أيا أويسكو تشي أين أو أين إسكو يعني يا ذات سؤال تشي أين أنت، وبإمكاننا نحكي تشي إي أو. تمام بإمكاننا نحكي أين أنت بدون إسكو. طيب أويسكو تشي فهو بيحكي جو سوي أن أكون لا ميزون البيت، أنا بدي أضيف أ يعني هذا اللي بدي يصير عندي. بس نيجي للسؤال اللي هو الخامس غونديفو اللي هو الموعد يعني غونديفو معناها الموعد. تمام لابارتومون في الشقة، فبدك تحط ألابارتومون
الموعد في بمعنى at مثلا، تمام؟ في الابارتمون في الشقة، جابيت رو، أنا أسكن في شارع فيكتور أوغو، اسم الشارع فيكتور أوغو. فيكتور أوغو هو اسم كاتب فرنسي بالمناسبة. طبعا at the number 6، فبالتالي او نيمرو 6 اللي هي عندنا عبارة عن a زائد لو، تمام؟ بتمنى يكون السؤال هيك واضح. اوكي، نيجي هنا بنحكي عن شغلة جديدة اليوم اللي هي اسمها لامبيراتيف. لامبيراتيف معناها الأمر. الأمر باللغة الفرنسية أو بجميع لغات العالم الأمر بيتم لثلاث ضمائر فقط، أنت وأنتم ونحن. حتى على سبيل المثال أنا باجي بحكي اذهب، لنذهب، اذهبوا. فبالتالي فعل الأمر أو الفعل اللي حتى نصرفه بصيغة الأمر فقط يصرف مع ثلاث ضمائر، تمام؟ اللي هو أنت وأنتم ونحن. فبالتالي بيجي بيحكي لك طب كيف أنا بدي أصرف الأمر بالفرنسي؟ تصريف الأمر بالفرنسي هو نفس البريزون، نفس المضارع، ما فيش مشكلة، نفس الحاجة. على سبيل المثال واحد بيجي يحكي مثلا يعني tu manges، أنت تأكل، تمام؟ كل ما في الموضوع هذا طبعا في المضارع، بيجي بيحكي لك بس إنك احذف اللي هو ايه، احذف اللي هو الضمير. هيا يعني كمان مرة بس عشان كنت مشطب ومش طالع الكاميرا. في عندي مثلا جملة هاي tu manges، أنت تأكل، تمام؟ بحكي لك انه بالنسبة لهذا طبعا الجملة في المضارع بدك تحولها لأمر، ونفس الحاجة عندنا nous mangeons، نحن نأكل، تمام؟ vous mangez، أنتم تأكلون. الموضوع سهل جدا، بحكي لك إنه فقط كل ما عليك فعل هو إنك تحذف الضمير، فبصير mange بمعنى كل، mangeons لنأكل، mangez كلوا، هنا يعني بدون ضمير. ولكن بحكي لك بس شغلة بسيطة إنه الإساي اللي مع تو هذا احذفها بس. هيك إحنا بنكون صرفنا الأمر، تمام؟ لاحظوا عندي هنا بحكي لك تليفون يعني اتصل، أنت اتصل، تليفونو لنتصل، تليفوني اتصل، تمام؟ إيكوت استمع، هي بالأساس في معها إس لكن حذفنا الإس، لأنه بحكي لك لما تحولها لأمر بتحذف الإس. إيكوت معناها استمع، إيكوتون استمعوا، وإيكوتي معناها إيكوتون لنستمع، وإيكوتي استمعوا. بالنسبة للنفي بتاع الأمر بسيط جدا وسهل، بتحط النو قبل الفعل والبا بعد الفعل. على سبيل المثال نو تليفون با، ما تتصلش، تمام؟ نو مونش با، لا تأكل. فبالتالي أنا ممكن أجي أحكي لك أعطيني كم من فعل أمر وحولهم لنفي، تمام؟ أوكي، نو تليفون با، لا تتصل. نو تليفون نون با، دعنا لا نتصل، يعني هيك بتصير. نو تليفوني با، لا تتصلوا. نيكوت با، لا تستمع. نيكوتون با، يعني يعني دعنا لا نتصل، نستمع، هيك بتصير معناها. نيكوتي با، معناها لا تستمعوا. هذا هو بالنسبة للأمر، تمام؟ طيب هنا بيجي بحكي لك في عندي مثال على الموضوع هذا أو إكزرسيس. على سبيل المثال tu regardes la télé، أنت تشاهد التلفاز، أنت تشاهد التلفاز، مش أمر، هذا فعل في المضارع، فهو بده يحكي لك يؤمرك إنك ما تعملش الشغلة هاي، فأحكي ne regarde pas la télé، لا تشاهد التلفاز. نجي على بعدها nous écoutons la radio à cette heure، نحن نستمع nous écoutons la radio à cette heure، نحن نستمع إلى الراديو الساعة 7. فأنت بدك تحولها تحكي، طبعا أول شيء شو بدك تسوي، بدك تشيل نو الضمير وبدك تعمل نفي، بدك تحط النو قبل الفعل والبا بعد الفعل، فبصير nous écoutons pas la radio، تمام؟ جملة رقم 2 vous téléphonez à vos enfants، انتم بتتصلوا على اطفالكم. فهنا طبعا بده يعمل انه انتم ما تتصلوش على اطفالكم. اول شيء بدنا نحولها لامر عادي، لحتى نحولها لامر عادي فبنروح بنحذف الفو، فبتصير téléphonez à vos enfants، اتصلوا باولادكم. بدي ان فيها بحط نو تليفوني افوز انفون. ناخذ المثال هذا بس نحله يعني، وبعد كده الثانيات ما حنحلهم، تمام؟ هاي تليفوني افوز انفون، يعني افوز انفون
هاي هيك الجملة يا جماعة، تليفوني à vos enfants. فبالتالي هنا أنا إيه بدي vos enfants، vous هنا بمعنى your، ولكن آسف your مش yours، your تمام، ولكن your هنا اللي هي طبعا بمعنى لما بتكون جمع تمام، يعني أنتم يور اللي هو طبعا بتوعكم يعني. اوكي، فبالتالي انا هنا بدي احول اللي هو هاي لنفي، فبحط هنا قبلها نو وبعد التليفوني بحط با، فبالتالي الجملة بتصير كالتالي تمام. هيا نو تليفوني تمام، اسف با نو تليفوني با ا فوز انفون تمام. هنا بدي اكتب انفو لانه ما ضل واسع، لانه انا عامل زوم بالكاميرا تمام. هاي الجمله نو تليفوني با افوز انفو، واضح يا جماعه؟ بتمنى تكون واضحه. هذا حرف الاس اللي في النهايه، يعني لا تتصلوا باطفالكم. اوكي، السؤال رقم اللي هو أربعة ثلاثة اسف، تو ترافيرس لا بلاس، يعني انت بتقطع. ترافيرس جاي من فعل اسمه ترافيرسي، معناها يقطع يعني كروس، يعني ترافيرسي لما الواحد بيحكي له اقطع الشارع كروس ذا رود مثلا، فبنيجي بنحكي ترافيرسي تمام. هاي يعني يا اخي اكتبها بخط اوضح، هنا هي تي ار اي في اي ار اس اي ار ترافيرسي تمام، فهي بمعنى كروس يعني. اوكي، يعني يقطع الشارع، واضح؟ طيب هنا شو بحكي لي؟ تو ترافيرس لا بلاس، يعني انت بتقطع المكان، لا بلاس يعني زي الميدان او المكان برضو تمام. اوكي، اي تو تورن ادروات، وي بتلف، تورن تورن معناها انه يعني ايه يا جماعه، تورن مش تورن، تورن معناها يلتف، يعني تيرن ادروات على اليمين. فبالتالي انا في عندي فعلين بدي اعملهم تمام، الفعل الاول والفعل الثاني لحتى احولهم امر. وشو بدي اساوي؟ اول شيء بدي راح احذف الضمير الاول والضمير الثاني، حذفت الضميرين الاول والثاني، فبصير ترافيرس لا بلاس اي تورن ادروات، تيك انا امرت امر. هلا بدي انفي الامر، شو بدي اساوي؟ طبعا بنمسح الاس اللي موجوده بعد الفعل تمام، فشو بدي اساوي؟ نو ترافيرس با لا بلاس اي نو تورن با ادروات، تيك بصير انا نفيت، عملت الامر ونفيت إيه الامر. طيب نيجي للجملة الرابعة مش التالتة، فو شيرشي فو زامي، بتبحثوا عن أصدقائكم. فهنا طبعا بدي أحولها لأمر، بنمسح الفو بصير شيرشي فو زامي، ابحثوا عن أصدقائكم. وبدي أنفي الأمر بتصير نو شيرشي با فو زامي، لا تبحثوا عن أصدقائكم. نو ترافايون لانوي، نحن نعمل بالليل، فبالتالي بدي أحولها لأمر بتصير ترافايون لانوي، بدي أنفي الأمر بتصير نو ترافايون با لنوي، لا نعمل بالليل تمام. وهنا بنيجي بنحكي عن موضوع اللي هو تصريف فعل ألي أخذناه سابقا، اللي هو بمعنى يذهب تمام. وهذا الفعل كان سهل جدا، حكينا يعني قبل كده، هذا هو تصريف فعل ألي اللي هو جوفي تشوفا إيل أو إلفا نوزالون فوزالي إيل إلفون، أخذنا هذا التصريف سابقا. في عندنا فعل جديد اللي هو بمعنى بخوند، معناها ياخذ، فعل بخوند بمعنى ياخذ. هذا يا جماعه معلش اعذرونا عشان صوت الطفل، لانه ما بقدر يعني ما بقدر يكون بعيد عني. الان في عندنا هنا عايز اكون شوي، بعتذر على الصوت معلش. طيب فهنا طبعا في عندنا فعل اللي هو بخوند معناها ياخذ تمام، وتصريفه جو برون، طبعا من الافعال اللي ما بينتهوا ب اي ار، يعني مجموعه غير المجموعه الاولى، الافعال بتنتهي ب اور اي ار اي يعني اور او يعني تمام. فهنا بنحكي مثلا جو برون معناها ناخذ، تو برون ايل ال برون، طبعا هاي تصريفهم اللي هو اول بنتهي باس الثاني باس والثالث بدون اس. بعد كذا نو برونون غريب شويه، هو بخوني انتم تاخذون، ايل وال برن، ولكن الاي انتي لا نلفظ اللي في النهايه. طبعا هنا نفس الحاجه، حتى لو بدك تستخدم امر بين اي الافعال هاي نفس الشيء، بدك تحكي اذهب فا يعني اذهب، لنذهب الون تمام، اذهبوا الي تمام. فبالتالي هنا ايشو بده يصير عندي برضه نفس الشيء بالنسبه لفعل بخوند، الفعل الامر بالنسبه لبخوند برون معناها خذ، يعني خذ برون تمام.
لكن احنا يعني حتى باللغة العربية احنا ما بنحكي خذ، بنحكي تفضل، تفضل مثلا فوالا يعني، او مثلا سيرفو يعني اخدموا انفسكم يعني، تمام يعني موضوع تاني هذا. فعندنا اللي هو بخنو معناه لنأخذ، بخوني يعني خذوا، تمام. هذا اللي هم طبعا الامر. طيب الآن في عندنا استخدامات لفعل الي اللي هو جو في ا باري، اذهب الى باريس، جو في ا ليغوبور، اذهب الى المطار. كل هذه الشغلات اخذناها سابقا. جو في بيان، انا يعني كويس يعني، تمام. ام دونغ ويل يعني، او ام جود، تمام. جو في او كافي، اذهب الى القهوة. طبعا فعل بخونغ، جو بخون لو تران يعني باخذ القطار، برضه معناها مش ياخذ فقط يمسك بيده، بياخذ القطار. جو بخون لا رو دو بريست يعني باخذ شارع بريست، يعني بيسلك مسار، تمام، شارع بريست. جو بخون ادغوات يعني انا ايه بمشي على اليمين، بلتف يمين. جو بخون ان كافي كريم، باخذ او بطلب كافي بالكريم. هاي كلياتها استخدامات لفعل بخون، تمام. بتمنى هيك يكون الدرس واضح. وفي عندنا هنا تمرين يعني، انا بنشوف اذا بعمل محاضرة كذا على السريع للتمرين هذا واللي هي الافعال هاي المحاضرة الجاية. يعطيكم العافية، السلام عليكم.